تحية طيبة أحبتنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في برنامج فوانيس ومحطة جديدة من أرض البقاع المقدسة مدينة السامراء وأهلها الإكرام. خليكم ويانا. حياكم الله أحبتنا المشاهدين بهذه المحطة، نستضيف وإياكم الكابتن مزاحم طعمة السامرائي ونسلط الضوء على هذه الشخصية الأكاديمية اللي لها باع طويل وتاريخ مشرف في الرياضة العراقية على مستوى قارة آسيا وأفريقيا والوطن العربي. حياك الله كابتن ويا مرحبا بك. أهلا وسهلا، بارك الله بكم ونشرف بهذا اللقاء. أعزك الله. من خلال لقائي بكم وبقناة سامرة المبدعة، والتحية وشكر وتقدير لرئيس هاي القناة والكوادر الإعلامية المتميزة اللي تنقل كل حقائق وكل شرائح مجتمع خصوصا سامرة لجماهيرها ولبلدها. بارك الله بك، اكيد فخرنا الكابتن مزاحم طعمه السامرائي. احبتنا المشاهدين، بين ايدي حقيقه نبذه مختصره عن السيره الذاتيه لهذه الشخصيه المعطاء. من مواليد 1945 بلشت الحياه الرياضيه من عام 1960 حيث لعب لابرز الفرق الشعبيه في مدينه سامراء انذاك، العروبه، الرشيد، الكوكب ومنتخب سامراء سنة 1964. حقيقة كابتن مزاحم ما أعرف من نبدي من ننتهي، بداية نبديها كابتننا العزيز عن المسيرة الرياضية، شلون تولدت في أمك هذه الموهبة؟ كيف جت للرياضة؟ والله بالحقيقة هي كأشوة بالرياضيين أو الممارسين. نعم. ابتداء بالأزقة، نقول الأزقة والشوارع، احنا نسميها الدرابين. نعم. محيط سامرة تعرف بالعامة. نعم. كنا نشكل فريق بذاك الوقت، يعني تعرف الملابس مو ذيك الملابس والإمكانية مو ذيك الإمكانية، الكرات يعني أنا أتذكر كنا نلعب بكرة مال لاستيك وأحد الشياب لو المتمكن يرعف علي مثلا يعرفني أو يعرف واحد آخر من اللاعبين. نعم. فيروح يدزلنا بذاك الوقت بعانا أو فلشين على كرة، وقمنا نسوي فرق يعني صغيرة ومن ثم تنمو فرق شعبية. وبالحقيقة ابتداء من الفرق الشعبية، قبل ذاك الوقت الفرق الشعبية رنانة، فأنا من حسن الحظ كان أحد الرياضيين البارزين اللي الله يرحمه عباس حمادي كان من سامراء يمثل العراق. نعم. كان قريب على الساحة برفقتك، كان بالقوة الجوية. إيه يعني هو استاذي يعني. الله الله أساتي هذولا. نعم. خذت منهم الكثير، لهذا وصلت ما وصلت والحمد لله. ما شاء الله. فطرح علي المواليد المدرسة يعني ما كملت. أي. بصراحة. استهويت الرياضة بعد. إيه واحد صار بالرياضة. أي أبا. فأخذني للقوة الجوية. نعم. طوعني للقوة الجوية كرياضي. فمارست هناك الرياضة. نعم. المدربين اللي يعني اشتغلت وياهم من صغر سني، انا شاب العب، قالوا انت تصير احسن مدرب. عقليه كبيره وقابليه جيده ما شاء الله، وعندك تقبل وتوجه. فالحمد لله يعني اجيت شكلوا، قبل ماكو نادي. نعم. شكلوا نادي سامرة. نادي سامرة. من حسن الصدف اني العب اكثر من مركز. اها، شنو كان مركزك باللعب؟ كثير. اللي تهواه انت؟ انا لا مو هواي، هنا انا احسن حارس مرمى بسامرة. ما شاء الله، فعلا. مكتوب. واحسن لاعب من اللاعبين، ما اقول احسن. لانك بذاك الوقت اكو سبقوني. ما اريد اقول احسن. كنت تجيد الحراسة. الحراسة جيد جدا. أه. اول حارس مرمى منتخب سامرة الرسمي. الرسمي. اكو والله يرحمه باقي شيخية. عايد. نعم. طه ويش، دكتور ضياء الدولي، هذول حراس مرمى. نعم. فسوى منتخب، المنتخب ذاك الوقت قوي، فكان يصير لقاءات بين المحافظات والأقضية ونشاط إلى أن صارت 72 سنة 72 تأسس. بداية 72، نهاية 72، 73 صار نادي سامرة.
كنت انت اول كابتن للفريق. نعم، المؤسس استاذ صالح الضايع الله يعطيه الصحه والعافيه امين يا رب، وبقيه الاسماء كثيره حتى لا اطيل. صار الاختيار، قالوا مزاحم شخصيه رياضيه ومثقف ورياضي ولاعب يصير كابتن نادي سامر، فاختاروني. انت اول مدرب استطاع الصعود الى الدرجه الثانيه. صعدتهم درجه ثانيه ما شاء الله، فكيفوا. نعم، فوصلناهم درجه ثانيه. تعرف بعدين ورا هاي الفتره سنتين انا دربت. نعم، اكون شغلتين بالتدريب. والمحنة ترتبط مو بس بالاعلام، في كل شيء، الرياضه علم ترى مو هذا. ابرزت لاعبين موجودين عندك، موجودين مثلوا سامرة، مثلوا المحافظه، علي حسن، عدنان حمد، عباس ابراهيم، ومدربين يعني سويت اثنين حراس. عدنان حمد، نعم، نفس عدنان حمد اللي كان بأسنا مدرب العراق. نعم، وسويت بطولتين وافتخر بي لانه هسه علم من اعلام سامرة ما شاء الله بالوطن العربي. نعم، تحياتي الى ولكل واحد فخر سامرة. اول واحد يعني انا كمدرب، نعم، سويت ثمان حراس الى سامرة ما شاء الله لانه حارس مرمى. سويت ثمان مدربين قادوا سامرة وقادوا فرق تمثل المحافظات. نعم، ست لاعبين سحبوهم منتخب شباب ومنتخب عراق اللي انا مدرب مالهم، اسمهم موجوده وهم يعرفون اهل سامرة كلهم. نعم، هاي بالنسبه للمجال. أنا من الحكام الدرجة الأولى مرشحين دوليا، شاركت ويا الخبراء والمؤسسين والحكام بالعراق، أساتذة مالتي كبار. عندك 72 شهادة تحكيمية وتقديرية وتدريبية كلها قدامك، محلية وعربية ودولية ما شاء الله. وأني كافأت لأنه المعروف عني أنا مو بس أتكافأ لكوني رياضي قديم، والحمد لله مو نقول لك أني متمكن هواية وكذا، بس أكرم اللاعب. كل رياضي في سامرة أو بالعراق يخدم خاصة سامرة أقول له أنت تاج من صغير إلى تاج عراق، لأن هاي مفخرة. كابتن أنت أيضا مثلت العراق، سولف لنا عن تمثيلك للعراق والمحافل الدولية. والله رحت بالصدفة، أنا أكو ظروف داخلت، أكو شغلات تسحبني هيك وتسحبني هيك. لأن الوقت ديداهمنا. إيه، راحت بالسبعين خذولي مال كأس الجيوش العربية. عمو بابا الله يرحمه أخذني وياه. بالسبعينات. بالسبعينات، وصار حادث بسوريا، كان اكو خلاف ما بين العراق وسوريا. نعم. فاعتدوا علينا لعبة العراق ويا اليمن، وصار شو اسمه، أنا أخذنا الحمية، سامرة هي والحمية. ما شاء الله. فتت. واحد من اللاعبين اليمنيين ضرب سوري الله عراقي الله يرحمه توفى من البصرة. فأنا جيت عليه وضربته. الله. فهجموا علينا القوات السورية وصارت دبكة وما أدري شو، حتى وقفت قبال مقصورة كان بذاك الوقت بشار الأسد الله يرحمه. طيب. قلت لهم على أسف عليكم، العراق يشرفكم شعبا وحكومة. الله الله الله. إحنا ندافع على العرب. واحنا ضيف يمكم. كان اشيل تكرم بكرم سامع الحداء واضرب على المقصوره. وانت يومهم هناك؟ يومهم اي. فاجى حتى عمو بابا والمدرب اليوغسلافي قال له شنو هذا؟ الكرامه العربيه. قال له هذا كبير. والله. ايه. يقال فمن شابه اباه فما ظلم. نعم. يعني على مسيرتك المشرفه اشوف السيره الذاتيه ايضا اغر وعمار وذو الفقار. اولاد الكابتن مزاحم طعم السامر راي لهم دور بالرياضة. نعم، عندي الكبير عمار أي أحد الرياضيين كرة القدم. نعم، وعندي شهادة تدريبية عليا بكرة القدم الشاطئية ما شاء الله، ومدير بالشباب. نعم، بالرياضة. بالمناسبة أنا يعني عمار هو كان معمل هدية، قابلت وزير الشباب جاش محمد جعفر الله يذكره بالخير والله ينطي الصحة والعافية آمين يا رب. أنا علاقتي واسعة في كل طيب في الكل، لا وزير ولا هذا كلهم حتى المسؤولين. بصراحة أنا عندي يعني تحية بالأخير للمسؤولين كاف. قابلته قلت له أنا تعرفني أستاذ وأنا شمعتي، فابني يريد يخدم بالرياضة على أبوه، تنقله من وزارة الصناعة للشباب.
رأس مصدر عمر أنا قاعد وكافئني ما شاء الله. فصار مدير بالتربية. نعم. عندي الأصغر منها خريج تربية رياضية هذا شوفها والشهادة هاي قبالك ما شاء الله هذا من الرياضيين البارزين وأغار. أول حكم عراقي من صلاح الدين بكرة القدم الشاطئية حكم دولة الله 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 أول من مثل صلاح الدين إيه يعني الوحيد هو من صلاح الدين ما شاء الله بالعراق نعم. ويشاهدون ويعرفون وبالتلفزيون صادق وعندي خادمك محامي كابتن منتخب عراق كرة القدم المصغرة وحكم درجة أولى ومن الرياضيين البارزين ذو الفقار ذو الفقار ما شاء الله والحمد ما لله ما شاء الله أنا عندي فت كلمة إذا تسمع لها أختصر لك الكلمة قبل الختام بصراحة أنا مو للمبالغة بس الكل يعرفني أنا علاقتي بالمستوى الدولي والعربي مثل ما يقول المحلي نعم واسعة من خلال احترامي للناس ويحترموني نعم تحياتي أولا للإعلام بارك الله البراق لأنه بالمناسبة أنا رئيس رابطة الرواد الرياضيين صلاح الدين غني عن التعريف تأسست قبل 11 سنة هل تعلم أنه أحد المؤسسين وإلى الدور البارز هو إعلامي عندكم الأستاذ محمد عزة الله يعطيه العافية ومن الإعلاميين الجيدين الأخ محمد الله الله. هذا ما شفت لأنه نشر الحركة الرياضية ومتابعتها يعني أنا بالمحافظة شفته بطولة أول بطولة صلاح الدين يشارك بها ويأخذ بطولة صلاح الدين ومن الفرق بالنخبة بالعراق هو كان سوى لقاء وياي ونشر اللعبة ووسعها وسوينا ملاعب وسوينا فرق فالإعلام هاي بالنسبة للإعلام وبصراحة يعني أنتم كلكم ما تقصرون أنا أتابع قناتكم الله يحفظك بالله وتحياتي للسياسيين الشرفاء أكو سياسيين مخلصين نعم. أستاذ أنا من خلال لقائي يحترموني وأقدرهم أروح يساعدون الرياضيين الله أنتم قدمتوا خدمتكم للوطن كل العمر لازم يجازوكم لازم يجازوكم تحياتي للشيوخ كلهم رحت ما شاء الله لموقف سامر الرياضي والحركة الرياضية استقبلوني واحترموني وقدروني الله استاهل شيوخنا واجلائنا وعلى الراس تحياتنا لك كابتن مزاحم طرمسام الراي شكرا بارك الله فيك عزك الله الله يبارك شرفتنا بهذه المحطة ايضا الشكر موصول للزميل محمد السامرائي راح نبقى بمحطات فوانيس عند اهلنا اهل سامراء خليكم ويانا شكرا كابتن عزك الله إذن أحبتنا المشاهدين بهذه اللحظات نستضيف في محطات فوانيس فضيلة الدكتور حاتم عباس السامرائي رئيس المجلس العلمي والإفتائي في قضاء سامراء حياك الله دكتورنا العزيز رمضان مبارك حياكم الله وأهلا وسهلا ونبارك لكم هذا الشهر الكريم ونهنئكم بقدومه سائلين الله تعالى أن يوفقكم وأن يوفق هذه الأمة الإسلامية بخدمة دينها وأهلها وناسها وشعبها سائلين الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وفضل وخير وبركة وفضل على الإنسانية جمعا اللهم آمين يا رب العالمين دكتورنا العزيز بهذه الأجواء الرمضانية وقبل أن ننتقل لصلب الموضوع في مسألة الإفتاء خلينا نعود لدكتور حاتم لأيام الطفولة في هذه البقاع الطاهرة بقاع سامراء كيف كانت الأجواء الرمضانية عندما وعت بك الذاكرة في قضاء سامراء الحقيقة أنا منذ الطفولة نعم يعني من نعومة أظفاري أنا أصوم شهر رمضان المبارك ما شاء الله تبارك الله ولم يؤثر عني أنني أفطرت يوما واحدا ما شاء الله من سنة 1964 نعم وإلى يومنا هذا لم أفطر يوما واحدا الله الله سوى أنني أفطرت حكما وليس تركا يوم أنا كنت في أفريقيا يعني كانت الحكومة العراقية نعم تبعث موفدين دعاة نعم إلى دول آسيوية وإلى دول أفريقية وإلى دول حتى أوروبية فكان أنا حقيقة من
قسمتي أن وجهتي كانت إلى أفريقيا. أها. وذولا جو قعدوني ذولا المسؤولين هناك بالمقام الإقامة يعني من محل الإقامة مالتي. فقالوا السحور مالك جاهز؟ قلت لهم أنا ما أريد سحور. نعم. قالوا تشرب ماي؟ قلت لهم انطوني ماي. أنا بوعت على الساعة، الساعة مالتي كانت أوتوماتيك. أي. يبدو واقفة. هذه بأي سنة دكتور؟ سنة 1989. يا أبا. فلما شربت المي نعم. بوعت الساعة مالتي واقفة. يا أبا. فكشفت الفردة وإذا الضياء منتشر كذا. سبحان الله. فهذا كان صيامي باطل حكما. حكما. لكنني لم أفطر به. دكتورنا العزيز، أنت طفولتك كانت في سامراء تحديدا؟ في سامراء. يعني شلون كانت قبل الحياة عندكم بسامراء؟ كانت أكو يعني يقال عند أهلنا وكبارنا أنه دائما قبل الفطور كان الأكل بسيط طبعا سابقا، وكانوا يتبادلون الموائد فيما بينهم قبل الإفطار. شلون كنتوا تستقبلون رمضان؟ ولا تزال لحد الآن، بس الله مو الله. بشكل هذا يعني مو بشكل، لا تزال الحمد لله. كان المساجد أي. المساجد يخلون بها سفرة، الله، الناس كلها تجي، تجيب طعام. أكو ناس قد يكون مو من المنطقة يفطر، يفطر فطور كامل. الله يعني الله فطور الله. كامل. شلون احنا نسوي؟ وبعدين أيضا كان دعوات، ولا تزال، ولا تزال، أنه يعني المدينة بفضل الله عز وجل أن طابعها ديني. الله. عشائري صح. نعم. ديني نعم. يعني عندهم الميزة العظيمة اللي هي لا تزال قائمة، أنه يحب مثلا أنت تفطر يمي. الله. تحب أنت أن أفطر يمك. فأجواء رمضان أجواء عظيمة، أجواء طيبة، ما شاء الله، أجواء تبارك الرحمن، يعني إن شاء الله يجعلها أجواء إيمانية فعلا، دائما أجواء إن شاء الله. إيمانية فعلا. مثل ما أشار الدكتور حاتم عباس السامرائي عن هذه البقاع الطاهرة، ذو الطابع الديني، ذو الطابع العشائري. عد ما حلينا بهذا المكان المبارك للقاء هذه الشخصية الدينية العلمية دكتور حاتم عباس السامرائي، وجدنا كثير من الناس يترددون لهذا المكان المبارك في حل المشاكل، في وجود حل لكثير من أمور الدنيا، بالتالي يعني يرضون بحكم رب العالمين عن طريق الإفتاء لهذه الشخصية الدينية. فدكتور حاتم، نتكلم عن موضوع الإفتاء ودوركم في هذا الموضوع وردود أفعال الناس في مجلس الإفتاء. الله يجزكم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلم علما ثم كتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. احنا شنا نشوف أساتذتنا، احنا تربينا ويا مشايخنا، شيخنا شيخ أيوب رحمة الله عليه، شيخ رحمه الله، يعني كان بالمدرسة وبالدروس وهذا، وتجي الناس مرات يوقف للدرس نعم. وبعدين يفتي الناس ويطلع. الله الله, الله. فلا تزال يعني، والحمد لله رب العالمين. الله يجرك إن شاء يعني الله. احنا مو بس المجلس نعم. احنا بيوتنا أيضا مفتوحة للناس ما يعني شاء الله. يعني مثلا واحد يجي وبعدين نقول له تعال إلا على من سيفتاء، لا، يجي أهلا وسهلا، وبيوتنا مفتوحة والناس تجي ويسترشدون. أكو ناس مرات تطلب قسام شرعي، أكو مرات نعم. واحد يعني جناب كنتوا حاضرين قبل شوية، كانت أكو خصومة نعم. وبعدين الخصومة أنا قاضي بها، ويعني لكن عموم الناس يقولون سمعنا وأطعنا. الله الله، وهذا فضل الله. الله يجرك إن شاء الله أجمعين. وإن شاء الله الله ينفعنا من علمك. الله يرضى عنك. بارك الله بك. إن شاء الله راح نبقى مستمرين وإياكم أحبتنا المشاهدين مع فضيلة الدكتور حاتم أحمد عباس السامرائي، رئيس مجلس العلمي والإفتاء في قضاء سامراء. فاصل ونواصل. حياكم الله مرة ثانية أحبتنا المشاهدين. قبل الفاصل كان لنا الحديث مع فضيلة الدكتور حاتم أحمد عباس السامرائي، رئيس المجلس العلمي والإفتاء في قضاء سامراء، عن أجواء رمضان سابقا عندما مرت منذ نعومة أظفار فضيلة الدكتور، وصولا إلى مجلس الإفتاء. فننتقل إلى الجانب القصصي، ولا سيما ضيفنا بهذا اليوم عنده باع طويل بهذه المسألة، مسألة الإفتاء الشرعي، فمروا عليه كثير من الناس وشاهدنا كثير من الناس يترددون لهذا المكان بحثا عن الإفتاء من فضيلة الدكتور. يعني دكتورنا العزيز حياك الله مرة ثانية، ونتكلم عن لابد أنه في مخيلتك قصة من هالقصص اللي مرت على فضيلة الدكتور. والله القصص كثيرة نعم. يعني أشكال، يعني مرات
تصير الخصومات. نعم. خصوصا الخصومات المادية. المادية. فمرات طبعا احنا يعني خاصة في موضوع مجال الإفتاء. نعم. إذا خصومات مادية لا يمكن لا يمكن أن أحكم إلا من بعد أن أسمع الطرفين. الله الله الله. أبدا. هذا العدل. نعم. يعني أنتوا قبل شوية كنتوا حاضرين جنابكم كان أستاذ محمد والأخوان كنتوا قاعدين يريد يتصلون على واحد يعني هو خارج المحافظة. نعم. ويريدون أنه أخذ الشهادة مالته. كان ما أخذها لأن أنا لازم أسمع هذا. إذا ما أسمع أنا ما أقدر أحكم. النبي صلى الله عليه وسلم بعث الإمام علي قاضي إلى اليمن. قال يا علي إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر. الله الله الله. زين إذا جلس بين يديك الخصمان كيف أني على عن طريق الهاتف أنا ما أعرفه. فإن القاضي إذا سمع من الطرفين فإن الله تعالى ينصب له ملكا يسدده. الله 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 الله. طيب دكتورنا العزيز احنا نعرف انه ابغض الحلال عند الله الطلاق والله لا يفرق ان شاء الله شمل اي عائلة، لكن شاهدنا بالآونة الأخيرة في عراقنا عبر مواقع التواصل عبر الإعلام حالات طلاق تصير على أتفه الأسماء. نعم. فمرت على فضيلة الدكتور أغرب حالة طلاق مرت عليك. والله هو كثيرة مرات مسائل ما تستوجب. كل هذول ما تستوجب الطلاق. نعم. لأن إحنا أكو خطوات طبعا أكو ناس لا عندها وعي عندها إدراك. الله عز وجل من شرع خلالك خطوات. ونعم بالله. نعم. الخطوة الأولى قال واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن. فعظوهن. طيها موعظة. قلت احنا متزوجين على سنة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلاة والسلام. وإحنا بانين أسرة وعندنا إن شاء الله نسوي كيان موعظة. نعم. إذا استجابت يعني أكو نتيجة من هناك النتيجة فلا تبغوا عليهن سبيلا. تمام. ما استجابت قال اهجروهن في المضاجع. نعم. يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة مو يهجرها سنتين وثلاثة. قال فاضربوهن. نعم. الضرب حتى الفقهاء إيش قالوا؟ قالوا الضرب بعود السواك. وين السواك هذا؟ يا أو قالوا بالمنديل. هاي تشفيه. نعم. هاي المنديل. مو مثل اليوم أنا هنا أنا بهذا مجلس الإفتاء مالي. نعم. خلي يسمعون الإخوة. أي. هاي هم من الغرائب ولا طال. نعم. فاليوم جابوا مريه شايليها بالبطانية. الله أكبر. مكسر ايديها الثنتين. الله اكبر. ويمكن اربع اضلوع وهذا وهذا واقف انا هاي زوجتي وانا احبها. قلت له كنت يا تحبها اذا يحبها مكسرها هي. هذا يقولون من الحب ما قتل. سبحان الله. لك شلون طبعا اكو عنده بندقيه مال صيد كاسر الفاتحه مطلع البوري مالها وكاتلها بي. نعم. قال الله مو يقول واضربوهن. قلت لها قلت لها تقبل هسه وقل لهم هذول اخوتك ولك اخذوا البوري وكتلوا بي وكسروا. قلت لها ما يصير بابا. الله فشوف هذا مرات يصير سوء فهم. نعم. مرات يصير سوء فهم. فالله عز وجل خلالك مراحل. المرحلة قال عظوهم. نعم. ما فاد قال اهجروا لهم. ما فاد قال فابعثوا حكما وإن خفتم شقاق بينهما. هي تكمل وياها بالآية. نعم. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا هاي الألف للحكمين. يعني إن يريد الحكمان. هاي يسموها ألف الاثنين. هذه فاعل. نعم. في اللغة العربية هذه فاعل. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. أكو مرات تسمع فهذا غرابة في طلاقات. يعني مثلا واحد بيوم العيد
والله رجال كبير السن وشايب ولحيته بيضاء يعني ماكو شلونها بيضاء تسر الناظرين. تمام. والمالية صدرة رجال قال والله أنا جيت وطلقت هذا بس لا تحشيكت على شحش عليك يقعد سؤال الصبح يوم العيد بيوم يعني في مصباح العيد. نعم. قال والله يعني أنا كنت مطلق مرتين. نعم. وبعدين اليوم هم طلقتها قلت لها يوم العيد الزوج يجي عايدهم ويجيب لها هدية خاصة الواحد من يصير كبير شي يجيب لها عيدية. أي. قال والله طلقتها. شلون قلت هذا طبعا أغرب طلاق أسمعه في حياتي. أيها الله. أغرب طلاق هذا مر عليك شخصيا دكتور؟ هذا والله علي شخصيا. نعم. وبيتي جاء. نعم. والصبح يوم العيد قال قلت لها أنت طالق بثقل الأرض طلاق أنت طالق طلاق بثقل الأرض. الله أكبر. أنت طالق طلاق بسعة السماء أنت طالق طلاق بقوة الجبل. قلت له شوف هاي الكتب مالتي. هي. قلت له شكثر اني قاري هاي النكت والهذا. قلت له والله ما سامع هيك طلاق. ماكو هيك مفردات اساسا يعني بالموضوع. قالوا هسه انا مطلق نوتين وفلان شيخ طلع لي وهاي فلان شيخنا شيخ ايوب رحمه الله عليه رحمه الله وطلق طلع لي فتوى هسه. قال والله انا جاي عليك وشلون. قلت له قلت له قال هسه شلون. قلت له انت شلون كنت بوضع. اي. قال والله واعيتي كلها عندي. تمام. وكنت مو حالة هدوء يعني 100% ولا حالة غضب يجوز الغضب مالي فات 5% يقر بيها بكل صراحة. اي 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 اي, أي, 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 أي. وهسه قلت له والله هسه المرة تنعزل على صفحة. نعم. انت ما من حقك انت تطلع. أي. قال شو انا اطلع؟ قلت الله يقول الله يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. الله 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 العدل. قلت له وانت روح رتب نفسك هاي لحيتك لها الكبرها رتبها. نعم. وقال لك كبرية بنت حلال وهذا. أيوة. والمراه قلت له المراه قال ترى بناتي جدات. الله لك. قلت له انت الثير بي الثير باعصابي انا. نعم. ما انت تقول لي انا ما احنا هسه فمرات اكو طلاقات ما لها موجب ما لها موجب ما لها موجب احنا لو يتبعون الخطوات الصحيحه ما تحصل عندنا حاله طلاق. نعم. اي وسائل كثيره مرات هاي نوبات هاي التواصل الاجتماعي هاي التليفونات خاصه هاي التليفونات اللي هي ما على الواتساب او على بها خدمه. نعم. وهاي تحشي ويا اهلها وهذا تحشي ما ادري وهذا يريدها مثلا تجي يمه صايره مشاكل فكثير من المسائل وهذه حقيقه المجتمع الان والله خاصه راح يجينا رمضان. نعم. يحتاج يعني البيوت تتثقف تثقف فعلا الازواج يثقفون النساء يثقفن يعني اليوم ما ظل بعد فد شيء قاموا الناس كلها تطلع وتقرا ويفتحون هذا فلان شيخ وهاي فلان فتوى وهذا فلان مجمع وهذا. نعم. وبدا يتوعون فعلا ومع ذلك اكو ناس مرات لكن بالاغلبيه العظمى الناس اتجاهها ديني افضل ولهذا لو مو اتجاهها ديني ترى ما يجي يدور فتوى فعلا. اي الما الما عنده دين يقول لك هذا روح انا ياها متراهمين من فلان من فلان. اي الله يعينك ان شاء الله دكتورنا العزيز والله يقويكم ان شاء الله ويؤجركم وينفعنا وينفع سائر المسلمين ان شاء الله من علمكم. شكرا جزيلا دكتورنا العزيز الله يحفظك ان شاء الله. احبتنا المشاهدين بعد ما استمعنا لهذا الكلام المعبر الجميل من فضيله الدكتور الشيخ حاتم احمد عباس السامراء رئيس المجمع العلمي والفقهي في قضاء سامراء نشوفكم باكر ان شاء الله بامان الله. حياك الله. حياك الله.